السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. شرحنا في الحصص السابقة عن أنواع الكهرباء، وذكرنا أن الكهرباء نوعان: كهرباء متحركة وكهرباء ساكنة، ووضحنا سابقا مفهوم التكهرب والتطبيقات على الكهرباء الساكنة مثل البرق والصواعق. أما اليوم فسنبدأ إن شاء الله بفصل الكهرباء المتحركة مع أول درس الدارة الكهربائية البسيطة. فما هي الكهرباء المتحركة؟ هي أحد أنواع الطاقة التي تنتج من تدفق الشحنات وتدفقها خلال الموصلات. ومن أشهر التطبيقات على الكهرباء المتحركة الدارة الكهربائية البسيطة، والتي تتكون من مكونات بسيطة جداً. فما هي الدارة الكهربائية؟ الدارة الكهربائية هي المسار المغلق الذي تسلكه الشحنات الكهربائية عن طريق أسلاك التوصيل والبطارية والمفتاح الكهربائي والمصباح الكهربائي. لننظر أمامنا إلى الصورة الموضحة، نرى دارة كهربائية بسيطة تتكون من مصباح، أسلاك توصيل، بطارية ومفتاح كهربائي. فما هي وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء؟ أولاً المفتاح، ووظيفته فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. ثانياً أسلاك التوصيل، وظيفتها نقل وتوصيل الشحنات الكهربائية إلى أجزاء الدارة المختلفة. أما البطارية فهي مصدر للطاقة في الدارة الكهربائية، فهي تضخ الشحنات من القطب السالب إلى القطب الموجب. رابعاً المصباح الكهربائي، وظيفته الإضاءة والتأكد من أن الدارة الكهربائية تعمل بشكل صحيح. تعلمنا عزيزي الطالب في الصف الرابع رسم الدارة الكهربائية البسيطة من خلال الرسم العادي، خلال رسم صورة بطارية، صورة مصباح، صورة مفتاح وصورة أسلاك. اليوم إن شاء الله سنتعلم رسم الدارة الكهربائية البسيطة بالرموز كما هو موضح أمامنا في الصورة الآتية. والآن كيف تعمل الدارة الكهربائية ويضيء المصباح؟ وذلك من خلال سيل من الشحنات السالبة، تخرج من القطب السالب للبطارية وتمر بالأسلاك فتضيء المصباح، ثم تعود إلى القطب الموجب للبطارية. وهذه الحركة للشحنات الكهربائية تسمى بالتيار الكهربائي. إذن التيار الكهربائي هو حركة الشحنات الكهربائية في اتجاه معين في الدارة الكهربائية عن طريق الموصلات أو الأسلاك. والآن لإضاءة المصباح الكهربائي وإنارة الدارة لابد من إغلاق المفتاح الكهربائي حتى يسير التيار الكهربائي من خلال الأسلاك، وعند فتح المفتاح الكهربائي لن تضيء الدارة ولن يسير التيار الكهربائي عبر الأسلاك. انظر عزيزي الطالب في الصورة الموضحة أمامك، مفتاح مغلق يضيء المصباح، أما في الصورة الآتية المفتاح مفتوح فلن يضيء المصباح. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الدرس الأول من فصل الكهرباء المتحركة. شاكرة لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.